تعد النساجة حرف من الحرف القديمة والمتوارثة في سلطنة عمان، فالنساج عامر الداودي من ولاية صور العمانية أحد هؤلاء النساجين الذين امتهنوا هذه الحرفة منذ نعومة أظفارهم، وقضى معظم سنوات عمره معها محافظا عليها من الاندثار، وقد أنشأ معملا صغيرا خاصا به يعمل فيه ويعلم كذلك أبنائه أسرار هذه الحرفة. منذ ستينيات القرن الماضي بدأ النساج عامر الداودي من ولاية صور بسلطنة عمان رحلته مع حرفة النساجة عندما كان صغيرا مع جده ووالده وأعمامه، فتعلم منهم طريقة العمل وظل يمارس هذه الحرفة حتى الوقت الحالي. وهذه المهنة نورثها من أجدادي وأباي في الستينات، وأنا كنت قدر صغير، عمي ما يقارب 12 سنة أو 11 سنة، وتعلمت المهنة هذه واستمرت عليها على سنة 74، و74 افتحت الأعمال، والإنسان مطموع يدور يسعى للرزق، واشتغلت في دور المجاورة، وبعدين رجعت واشتغلت هنا في عمان، وأنا رجعت لي أمارس المهنة هذه الخميس والعطلات الخميس والجمعة. في سنة 90 رجعت عليها عاد رسمي، بديت أمارسها رسمي، وأنا ماشي العمل وأمارسها هي رسمية، استقلت بنفسي وحابلها روح من 97 استقلت من العمل وثبت عليها هي خلاص، لا اشتغلت لا يمين لا شركة لا منك لا عليها. يمر الوقت وتتعاقب الأيام وتواصل هذه الآلة دورانها، ويصر النساج عامر الداودي على تعليم أبنائه هذه الحرفة محافظا عليها من الاندثار والنسيان في مصنع النسيج الصوري، بالرغم من أنها لا تدر عليه أرباحا كبيرة، لكن الشغف بهذا العمل وحب ممارسته جعله يشد بيديه على الخيوط. وإشال الأولاد نعلمهم شوي شوي ونحثهم على التعليمات، خاصة للأولاد الصغار أيام خمسة جمعة تحصلهم كلهم هني يشتغلوا الصباح، العصر نوم تام يبتسلي شوي يبيش كورة يبيش وحاية، غير الصباح ما ماسكينهم كل حد مقضينا عمل عشان كنا إيش يكون تابعوا المهنة، أقل شيء يحفظوا شيء منها، من هذه مهنة قديمة تراثية يشتغلوا على كل فاكرة، وفي الكتاب العطلات رسمية يومين مثل سيادات هاي مناسبات سيادات بتحصل كلمة يدي هني، ولا شباب نشأ قد يشتغلوا هني الخمس جمعة على يداو مسقط يجي خمس جمعة أو عنده عيادة رسمية كذا عطلة يمارسها، وهي ما شيء فيها يقول لك طمع أقل شباب أخذ ما ذكرت لك إن محافظين على التراث. في الكارية كما يحلو للنساجين تسمية مصنع النسيج، تتعدد الآلات كما تتنوع الملبوسات المصنوعة وتتنوع الألوان والنقوش كذلك، يشرف عليها عامر الداودي بنفسه ملبيا رغبات وطلبات الزبائن في ارتداء العمامة المصنوعة محليا مع الدشداشة العمانية التقليدية. كارية هذه اسمها هي وحدة كارية، اللي كان مجموعة مثل هذه المجموعة سميها كواري أو سموها عرصة كواري. يضع الداودي العمامة الصورية على رأسه والتي صنعها بيديه مفتخرا بصناعته حافظا لأسرارها، فهي رفيقة دربه مذ كان في الثانية عشرة من عمره.